السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوينا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة، أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة القبري والنحل، القناة التعليمية. محاضرة كثيرة نتحدث فيها عن طرق إنزال الملكات، سواء ملكة في البيت الملكي أو ملكة غير ملقحة أو ملكة ملقحة، والطرق كثيرة والأساليب متعددة. في هذا الفيديو سنتحدث حول أهم الطرق لإنزال الملكات الملقحة، فيا ترى ما هي الطريقة المناسبة التي من خلالها نستطيع أن ننزل ملكة ملقحة بدون أي خسائر؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل رشدي زريقي من فلسطين، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي أبو حفص. أخي أبو حفص، هناك يعني مش طريقة واحدة لإدخال ملكة ملقحة على خلية يتيمة، في عدة طرق وفي طرق أفضل من طرق، يعني لا شك. لكن يعني أنا بدي أحكي لك عن طريقة أولا كنت أستخدمها سابقا، يعني تقريبا من حوالي 10 سنوات. هذه الطريقة تلخص بالتالي: أني بجيب كنينة عطر تكون ريحتها قوية شوي وما تكون زيتية، يعني تكون مائية، برش رشة خفيفة في إيدي اليسار واليسرى، وبمسك الملكة بالإيد اليمنى وبحطها في إيدي اليسرى، ومباشرة على الخلية اليتيمة وبنزل الملكة مباشرة. وكانت هذه الطريقة تنجح معاي يعني بنسبة تقريبا يعني حوالي 99%. النحل لا يقترب من الملكة نهائيا ولا يحاول إيذائها على الإطلاق، لكن بعض الخبراء اللي أخبر مني في الملكات أو في نقد الملكات يعني قالوا أنه ممكن هذا العطر يأثر على فرمونات الملكة، وممكن يأثر على بيضها، ممكن يأثر على جهاز التنفسي، فلذلك تركت هذه الطريقة. لكن يعني برضو احنا لكل مقام مقال، يعني اذا مثلا اشتريت ملكة مؤصلة وهذه الملكة ممكن تكون تلقيح جزر، وهذه الملكة ممكن يكون ثمنها عالي جدا واخشى ان يقتلها النحل، كيف ممكن اني ادخلها على خلية ميتمة، او كيف ممكن اني احفظ هذه الملكة واخليها تشتغل في داخل الخلية؟ في عنا عدة طرق. الطريقة الأولى إنه ممكن إني أحط بروازين، واحد حضني مغلقة وواحد يكون في غذاء حبوب لقاح وعسل، ما عليه النحل نهائيا، وأنزل الملكة على البروازين هذولا. ثم الخطوة الثانية، بروح على النحل بفحص بها المناحل، بشوف لي مثلا خلية ثنتين ثلاثة فيهن قوة نحل أو فيهن كثافة عالية من النحل، بسحب منهن من كل إطار بسحب برواز، بروح بنفض هذا البرواز أمام الخلية اللي أنا حطيت فيها البروازين هذولا والملكة الملقحة. شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه النحل الحاضن سيدخل في هذا الاطار في هذه الصندوق، والنحل السارح راح يطير ويرجع على خليته. بجيب البرواز الثاني او الثالث، بعمل كثافه نحليه، لما اشوف الكثافه النحليه صارت عدد البروازين هذولا بالشكل اللي انا بدي اياه، البروازين هذولا مغطاه تماما بالنحل، وهذا بتكون يعني ما دام النحل هذا اللي دخل على الخلية كله نحل حاضن، النحل الحاضن لا يؤذي الملكة، بل بالعكس النحل الحاضن سيكون برعاية الملكة هذه فورا. إذا ما بدي أنفض النحل أمام الخلية، يعني ممكن أني أجيب سطل وأنفض إطار اثنين ثلاثة في داخل هذا السطل، ممكن أن أخذ من نفس الخلية إذا ما بدي أضعف هذه الخلية مثلا، ممكن أن أخذ من كل خلية إطار اثنين ثلاثة أربعة وأنفضهم في داخل هذا السطل وانتظر عليهم شوي دقيقتين ثلاثة، النحل السارح يعني بطير وبرجع على خليته، والنحل الحاضن يبقى في هذا السطل، بأخذ هذا السطل وبسكبه في داخل هذه الخلية، وكان الله بالسر عليم. هذه
طريقة مثلا إذا كانت الملكة عندي موجودة بدي أعملها قسيمة، يعني اشتريت ملكي وبدي اعملها قسيمة، ما في عندنا حلم يتم. طيب السؤال اللي يعني ممكن يكون هو هذا قصدك من السؤال، انه عندك انت خلية فقدت ملكتها لسبب من الاسباب، ممكن سقطت على الارض، ممكن انت يعني فعصتها وانت تكون بعملية الكشف على النحل، وعندك عندك ملكي في نوية تلقيح وبدك تنقل هذه الملكة. قبل عملية النقل بدي أتأكد 100% أنه في هذه الخلية لا يوجد أي بيت ملكي على الإطلاق. يعني لو بضطر أني أنفض الإطارات هذه كلها، إذا كان في كثافة نحلية عالية، أني أنفض الإطارات وأفحص كل الإطارات وأتأكد من أنه ما في ولا أي بيت ملكي. في هذه الحالة يعني بروح على نوية التلقيح، بسحب الملكة منها مع 4 5 نحلات 6 نحلات 7 نحلات، وبحطهم بقفص وبدخلها، باخذ هذا القفص وبعلقه في وسط الأقراص، يعني في الوسط في الثلث الثاني، في بداية الثلث الثاني من الأقراص. بس هون يعني كم المدة اللازمة لوضع هذه أو لإبقاء هذه الملكة الملقحة في داخل هذا القفص؟ هذا يعود إلى أولا سلالة النحل، وهذا النحل هذا شرس أو غير شرس، بتقبض الملكات لا يتقبض الملكات. طبعا هذا بتكون عندي هاي معلوماتي بتكون مسبقة عن هذا النحل أو هذه الخلية عن سلالة النحل اللي موجود فيها. فكل ما زادت الشراسة في النحل كل ما كانت تقبله للملكات أضعف. فممكن أن أبقي على هذه الملكة في داخل هذا القفص لمدة ممكن 24 ساعة وأفتح عليها والنحل يتقبلها، ممكن 48 ساعة، ممكن 3 أيام، ممكن 4 أيام. إذا نحلك هذه ممكن أنك تفتح عليها بعد 24 ساعة. لكن هون يعني كيف بدي أدخلها على الخلية هذه؟ برفع إطار مع نحله وبحطه على الجنب، بفتح القفص، بشوف براقب الملكة لما تخرج من هذا القفص وأشوف إنها بدأت الملكة تتحرك على هذا القفص. إذا النحل حاول إنه يهاجمها أو حاول يمسكها من إجريها أو من جنحانها، مباشرة بعيدها على القفص مرة ثانية وبستنى كمان أخرى 24 ساعة، وهكذا حتى إني أشوف إنه النحل تقبل هذه الملكة. مشت الملكة، راحت أكلت من عيون السداسية، تحركت في داخل الخلية على البرواز هذا اللي أنا رفعته، والنحل ممكن إنه إذا كان في عليها بقايا التغذية اللي أنت حطيتها عندها، النحل بدأ بتنظيفها. يعني كل علامات القبول، بتظهر كل علامات القبول على هذه النحل، انه خلص النحل قبل الملكة، بتكون هنا انتهت العملية. الامر الاخر يعني اللي بيعتمد على قبول النحل للملكات الغريبة عنه، اول حكينا في موضوع الشراسة او هدوء النحل، الموضوع الاخر هو نسبة النحل الحاضن الى النحل السارح. فكل ما كانت نسبة النحل الحاضن في الخلية بتكون نسبة القبول اعلى، والعكس صحيح. ذكرت في رسالتك انت انه انت تفضل الشرنقة، ما بعرف اذا انت بتقصد الشرنقة البيت الملكي. فاذا كنت بتقصد البيت الملكي، هو البيت الملكي هو اسرع قبولا للنحل، اسرع قبولا من الملكة الملقحة، واسرع قبولا من الملكة العذراء، ومضمون يعني نجاحه. الا اذا كانت مثلا هذه الملكة ميتة في داخل هذا البيت الملكي، فبدنا نحطها تحت المراقبة حتى إنها تفكس الملكة بشكل طبيعي وتخرج. طبعا هذه كما ذكرنا هي من أسرع الطرق لقبول النحل لهذه الملكات. لكن من مساوئ هذه الطريقة إنك أنت بدك تنتظر مثلا يوم أو يومين حتى تفكس هذا البيت الملكي، ثم بدك تنتظر 7 أيام حتى تتلقح، ثم 3 أيام حتى تبدأ في وضع البيض. يعني بصير في عنا انقطاع من الوجود من الملكة، أو بقيت الملكة بدون بيض جديد، بدون يرقات جديدة، لمدة يعني من 10 إلى 12 يوم، ربما 13 يوم.
في هذه الحالة يعني تتراجع الخلية بشكل كبير جدا نتيجة انقطاع الحضري. أما في حالة إضافة الملكة الملقحة، بتضيف الملكة الملقحة بعد 24 ساعة بتبدأ في وضع البيض، وكأنه الملكة ما فقدت، يعني كأنه ظلت الملكة القديمة موجودة والشغل موجود في هذه الملكة، فبظل النحل متقدم وبظل النحل متطور بشكل سريع. فكل طريقة زي ما يعني في كل طريقة لها محسناتها، في لها بالمقابل سيئاتها، وإن شاء الله ربنا يجيب الخير للجميع. وعلى كل الأحوال يا أخي أبو حفص، مهما استخدمت من طرق وتقنيات لإضافة ملكة غريبة عن النحل، إلا أنه تبقى هذه الملكات في خطر حتى اليوم 21 أو بعد. عفوا، بالنسبة لأنك الخلية الميتمة تنزلها إطار من الحضن الصغيرة أو البيض، أنا مش مع هذه الطريقة، لأنه هذه الطريقة تحتاج إلى وقت طويل. يعني أولا النحل بدك تنزل مثلا اليوم، بدك تنزل الإطار البيض هذا أو إطار الحضن الصغيرة، باليوم الثاني يبدأ النحل ببناء البيت الملكي، ثم يحتاج هذا البيت الملكي تقريبا إلى 11 أو 12 يوم، ربما 13 يوم حسب عمر اليرقة اللي النحل بنى عليها البيت الملكي. ثم بدنا ننتظر 10 أيام حتى تبدأ هذه الملكة بالبيض مرة ثانية إذا نجحت وتم التلقيح. يعني أنت بتحكي عن في هذه الحالة تقريبا يعني عن 20 21 يوم 22 يوم انقطاع هذه الخلية من الحضن ومن البيض اليرقات الصغيرة، وبالتالي يعني بيكون معظم النحل السارح مات عندك، ما ضلش نحل سارح، و أو ما بدنا نقول ما ضلش نحل سارح، النحل طبعا النحل الحاضن بيكبر وبصير سارح، ولكن بصير في عنا فقدان كبير في النحل، في النحل الموجود في داخل الخلية. ومعظم النحل اللي بيكون موجود في داخل الخلية بيكون نحل سارح وما في نحل حاضن. هذا كلة النحل الحاضن في الخلية، خاصة إذا كانت الخلية مكونة من إطارين ثلاثة أو أربعة وما في نحل حاضن، ممكن أنه يعمل مشاكل إذا بدأت الملكة هاي اللي أنت أنتجتها بهذه الطريقة بدأت تضع البيض وما في نحل حاضن يحضن هذا البيض ووفر له درجة حرارة ووفر له درجة رطوبة ويغذيه بالشكل المضبوط، هذه الخلايا في هذه الحالة مش راح تنهض. إذا ما وجد عند النحال بيت ملكي جاهز في حالة تعرض الخلايا لليتم، أو ما في عنده ملكة عذراء أو ما في عنده ملكة ملقحة، المفروض أنه يسارع النحال في هذه الحالة ويضم هذه الخلية إلى أقرب خلية موجودة عليها. طبعا الخلية الأقرب إلها هي الأسهل اندماج للنحل بدون أي مشاكل. تحياتي.